مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. زي ما انت شايفين وراي اسم الشارع هذا ريفرسايد درايف، واسمه له اسم خاص اسمه سايدر اوف ليبنون، اللي هي أرزة لبنان. طبعا هذا الاسم مخصص لهذا الشارع، أعطوه المدينة أوتوا تقديرا للجالية اللبنانية والمجتمع اللبناني اللي ساهم كتير في عمل أشياء مهمة في مدينة أوتوا بالذات وفي كندا بشكل عام. زي ما انتم شايفين يعني أرزة لبنان بتلمع فوق هذا الشارع، ما شاء الله، يعني هذا شيء يفتخر فيه العربي واللبناني في جميع العالم، انه في اسم شارع في مدينة أوتوا العاصمة الكندية باسم لبنان. ليس ذلك فقط، بل ايضا ريجوود ايفينيو اللي هو اسم الشارع الرسمي سموه باسم جبران خليل جبران. جبران خليل جبران الكل بنعرفه سواء عرب او غير عرب، لانه كتب بجميع بعدة لغات، منها الانجليزية طبعا، وترجمت كتاباته الى كثير من اللغات. جبران خليل جبران من الاشخاص اللي يحترموا اي شخص بحب يقرأ الكتب، سموا هذا الشارع اللي هم ريجوود افينيو باسم جبران خليل جبران. طبعا again هذا تقديرا لما قام به جبران خليل جبران بنشر الفكر تبعه والادب تبعه. طبعا هذا المكان اللي حابب يجي يزوره ويتصور مع هدول المكانين في أوتوا اللي هو تقاطع ريجوود افينيو مع ريفرسايد درايف، مكان جميل جدا قريب من المونيز باي. وطبعا على يميننا راح تكون كنيسة سان الياس اللي تعتبر من احد الكنائس المتكلمة باللغة العربية. يعني في اخواننا المسيحيين بيحبوا يجوا يحكوا او يحضروا صلاتهم فيها، خاصة اللي بيحكوا بتكلموا اللغة العربية وبيحبوا يسمعوا الصلوات باللغة العربية. كنيسة من الكنائس الجميلة جدا في مدينة أوتوا. للأسف هي مغلقة الآن، مش قادرين ندخلها. بتعرفوا الإغلاقات اللي بسبب الكورونا. يمكن أنا أبث هذا الفيديو بعد الكورونا بمدة طويلة، لكن إن شاء الله تكون لهذيك الفترة ونقدر نصور لكم إشي. حابب أصور لكم كمان داخل باحة هذه الكنيسة، يوجد زي تمثال لجبران خليل جبران، افتتح السنة الماضية، كنت موجود في افتتاحه وكان لي الشرف العظيم. زي ما بيحكي جبران خليل جبران، كل الأرض هي وطني وكل البشر هم أبناء جنسيتي. طبعا ولد في لبنان سنة 1883 وتوفي في الولايات المتحدة في نيويورك في 1931، كاتب وشاعر وأيضا له مطبوعات وفيلسوف. جبران خليل جبران من الناس اللي فعلا ترفع لهم القبعة للأعمال الرائعة والكتابات الرائعة اللي قام بها. again حبيت أصور لكم هذا المكان. زي ما انتم شايفين برضو هون حاطين اسم الشارع جبران خليل جبران. فعلا مفخرة لللبنانيين وللعرب أن تسمى باسم جبران خليل جبران أحد الشوارع في مدينة أوتوا العاصمة الكندية، وأحد الشوارع تسمى بأرزة لبنان أو لبنان، بحيث أنه يكون اسم فخري هو، لكن يعبر عن فعلا المجهودات اللي بيقوموا فيها الجالية أو المجتمع اللبناني في المهجر ب يعني إظهار الصورة الحقيقية للبنان وجمال لبنان. حبيت أشارككم بهذا الفيديو البسيط. إن شاء الله تابعوا قناتي وتكونوا معنا دائما، ونراكم في حلقات قادمة. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل